الغزاله ديالي كنتمنى كلكم تكونوا بخير وعلى خير. فيديو جديد اليوم مع هاد الغريبه هادي غزاله كتشهي هاد الغريبه ديال الحامض. بغيتو تعرفوا المقادير ديالها، يلا معايا ونقول لكم المقادير اللي غتحتاجوا. كيف ما كتشوفوا هنا كنحتاجوا واحد 150 غرام ديال الزبده، كنديروا معها واحد الكاسونس ديال السنيده وغادي ندعكوها مزيان يا البنات حتى غادي تولي كريميه. كنحسوا بهذيك الزبده وهذيك السنيده ما بقاوش مع بعضياتهم، يعني تخلطوا مابقاش كتبان لكم السنيده، كتولي الشكل كريمي. من بعد كنضيفوا جوج بيضات وكنبقاو نخلطوا على هذه الطريقه هذه حتى كنخلطوا مزيان 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 حتى كتجانس جميع المقادير اللي انا عاملاهم، يعني السنيده والزبده والبيض. دابا غادي نضيفوا واحد الكاس ديال دانون مسوس، تقريبا واحد 3 المعالق، يعني كاس ديال دانون مسوس بيرلي. اي حاجه اخرى عندكم اي نوع اخر ماشي مشكل، المهم يكون مسوس. حتى هو يتخلطوه مزيان، نديروا النص ديال الحامضه، يعني انا عاصره هنا حامضه غادي ندير النص ديالها. درت وحده ديال الفاني ودرت القشور ديال الحامض، غادي نبقى نخلط بحال هكا مزيان. من بعد غادي نضيفوا 4 الكيسان ديال الدقيق، يعني 4 ديال الكيسان حتى كنحسوا بان راه صافي العجينه ديالتنا جاهزه للغريبه. 4 ديال الكيسان كنخلط الاول والثاني والثالث والرابع صافي وكنحبس. 4 ديال الكيسان كل واحد على حسب عاوتاني الدقيق اللي عنده، كاين ممكن الدقيق اللي ما كيشربش، كاين ممكن الدقيق اللي كيشرب، كل واحد هو. الا حسيتوا العجينه ما تجمعتش لكم ممكن تضيفوا نص كاس اخر، يعني ممكن تدخل معاكم حتى 4 الكيسان ونص. انا المهم هنا خدت معايا 4 ديال الكيسان وجمعت لي العجينه مزيان. كيف ما كتشوفوا العجينه هكا تجمعات. دابا غادي نغطيها وغادي نخليها لمده نص ساعه ترتاح، وعاد ان شاء الله باذن الله غادي نخدم فيها. ما تنساوش البنات انا ما قلتش لكم اننا كنضيفوا فيها واحد الخميره، خماره وحده نسيت اني نقولها لكم، ولكن خماره وحده اللي كنحتاجوا في هذه الحلوه. من بعد كنكون مخليه هذيك النص الكميه ديال الحامض وسكر كلاصي، كندهن يديها بالحامض وكناخذ هذيك غريبه ندورها ونديرها على السكر كلاصي صافي. ومن بعد كنكمل هذا الشكل هذا كامل حتى غادي نسالي هذه الكميه اللي عندي كامله، وان شاء الله باذن الله نتلاقاو في الطبق التقديم النهائي. من بالنسبه لهذه الحلوه هذه كندخلوها على 180 درجه لمده 15 دقيقه، ما كتاخذش منها الوقت بزاف، لمده 15 دقيقه. فالمهم كيف ما كتشوفوا كنبقى نكمل بحال هكا حتى غادي نكمل هذه الكميه اللي عندي كامله، وغادي نتلاقاو ان شاء الله في التقديم النهائي. ملي كتساليوهم يا البنات ضروري كتضغطوا عليهم بجوج ديال الصباع على ديك الغريبه باش كتنزل شويه. الا بغيتوا تخليهم بحال هكا مدورين تخليهم، بغيتوا تضغطوا عليها باش كتبان لكم الشكل النهائي. انا غنوريكم الشكل النهائي ديالي اللي انا عملته، نوريه لكم في الطاوه قبل ما ندخلوا للفران. والفران كتشعلوه قبل من انكم تحطوا الحلوى تقريبا بخمسة دقائق كيدفى شويه الفران، فهذا ما كان مهم. بالنسبه للطاوات انا غنخرجهم دابا ونوريكم الشكل ديالهم. شوفوا الشكل ديالها يا البنات كتجي خطيره ومشققه ورهيبه بصراحه، رهيبه حتى بالمذاق ديالها خطير. كنتمنى تجربوها وتردوا عليا الخبر. خليت لكم الراحه.